اهلا بكم اصدقائي المشاهدين، بداية اللقاء بالتحام قوي في منطقة جزاء منتخب مصر بين حجازي والواد لكر الدوت. يا ترى حكم اللقاء هيحتسب ايه؟ وادي اللاعب يتمر. الله يقفل يومك يا حجازي يا ابني، احنا لسه بنقول بسم الله ما اتحسبتش الحمد لله. وادي كرة امامية، يلا يا تريزيجيه يا تريزيجيه فرجع. ليه كده يا كورتوا؟ ليه يا بلجيكي؟ مالك يالا؟ ما تظبط كده انت رابطك شمرات الزرافة يالا. كرة خطرة تانية تريزيجيه، هدف الاول، هدف. نعل بلجيكا كورتوا، ينعل بلجيكا كورتوا. اللهم عليك بكورتوا ومن دافع عن مرماه، اللهم عليك ببلجيكا يا رب. تريزيجيه بعد انفراد صريح بكورتوا، لكن كورتوا يتصدى للكرة الاخطر حتى الان من تريزيجيه المجتهد في المباراة. 0-0 النتيجة حتى الان، منتخبنا يكشر عن انيابه، وهذه غلطة. يلا يلا مصطفى يا داج فرجع، ينصر دينك وديني ودين الثعلب ودين كل اللي هيشير الفيديو. الهدف الاول من الاناكوندا، بتعمل ايه يا كورتوا؟ قلت لك عليك لعنة الله يا انا. الله اكبر، الهدف الاول لمنتخب مصر عن طريق مصطفى محمد، يسجل هدف عالمي بعد ما قطع الكرة من الولد دي برويني الاصفر، ابن الاصفر، يسجل هدف عالمي. 1-0 لمنتخب مصر، المفاجآت تتوالى. يا سلام عليك يا درش، تعتايا ولا اجمل ولا اروع، يا سلام. وادي كوبري، ابلع ابلع يا جدع، خد وانت باكل نفسك من الدوري الانجليزي يالا. دي احنا اللي اخترعنا الفول الطعميه يالا، دي احنا بناكل لانشو وجبنه وتونه مع بعض يالا. الهدف الاول العالمي لمصطفى محمد. يا كورتوا ما قلت لك ينعل بلجيكك، طبيعي ربنا يحط عليك. لا ده اقل حاجه عندنا دي، لا يا لوكاكا دي اقل حاجه عندنا. كره تانيه ورده يا بنشاوي، ينصر دينك يا غلبان، ينصر دينك يا غلبان. منشاوي يتصدى لكره قويه زاحبه من كراسكو. يا سلام يا سلام، يا ما قلنا لك امسك يا منشاوي، او مسك او مسك، يا عيني عليك يا عيني عليك يا لعيب. كرة في نص الملعب للمنتخب العيان اللي مغلوب 1-0 حتى الآن، ودي أقل حاجة عندنا يا جدعان. تمريرات ملهاش أي 30 لازمة، خايفين خايفين يخشوا عندنا لننتشهم. راسية، لكن حكم اللقاء بيحتسب رمي التماس. وادي الكرة، وادي التصويبة، وادي المنشاوي. يا عيني يا عيني يا منشاوي، يا سلام يا سلام. الحارس الأفضل حتى الآن في المباراة، أحسن من اللي خد هدف. كرة من محمد صلاح، خش 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 على جيبك، خش يا تخش يالا يا دنتشو. ينصر دينك ينصر دينك، فرحت كل حبايبك، قلت لك خش هتجيبك، ده حارس عيان والله، ليل ونهار بيستقبل اجوال. افرحوا يا مصريين، يا عيني يا عيني يا عيني. ورب المعبود ما انا مصدق نفسي، انا نفسي انكتم اللي بيحصل. الهدف الثاني عن طريق تريزيجيه، قلت لك اللاعب الاكثر اجتهادا. ايه الوضع؟ انت من اسيوط؟ انت منين يالا؟ انت من اسيوط ولا منين يالا المجلبيه انت يالا؟ جيت ازاي على القطر يا اخوي؟ وادي الكرة طبعا، وإعادة الهدف العظيم. يا سلام يا سلام، خده في ظهره ونتع الكرة خرم الشبكة. يا سلام يا عيني، قسم دلعني دلعني. عرفتوا احنا ما رحناش كأس العالم ليه؟ عشان ضعيفة. احنا رحنا كأس العالم عشان السنغال الحصاد بتاعهم كله ضرب يا عيني، والدنيا خربت، قلنا لهم روحوا مكاننا وخدوا لكم قرشين. كرة تانية، وادي عرضية، امسك يا منشاو بقى المرة دي كمان. يلا هدف مالوش أي 30 لازمة من الواد أبو طفير، الواد أبو صرم، يا أبو صرم يا أبو صرم، يا اللي كنت عايز ضرب الجزاء. إيه مالك إيه اللي مغلوب؟ هدف مالوش لازمة، يبقى قابلني سجلت غيره يالا. طبعا أدي أكرم توفيق، ساب الواد يعدي زيك عن صحته،
ما هو شرمه من اول الماتش رايح جاي بيه، وهدف لمنتخب بلجيكا اللي مرسوع 2-1 حتى الان، ويقول لك المنتخب الثاني على العالم. اذا احنا الاول، طالما غلبناك يبقى احنا الاول. يا عيني عليك يا مصر ياللي سبت السنغال تروح مونديال قطر علشان غلابه ما عندهمش فلوس مش لاقين يتسوقوا. فاحنا سيبناكم ان شاء الله باذن الله المونديال الجاي مصر حاضره بعون الله. كره في نص ملعبنا وتمريرات، وادي زيزو يا عين يا عين بلعوا بلعوا، يا سلام يا سلام يا عيني عليك. ابقى اقول له يقفل رجليك، بلعوا يا زيزو. عدى واحد ومش يعدي التاني، ده خرم التاني، ده مش خرمه، ده بيعدي. يا سلام يا سلام على المرور، يا عيني عليك يا زيزو. ده شرمه عليا النعمه، شرمه. روح يا ادل شريف الحريفي خيط لك لباسك يالا.